السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا. أيهما خلق أولا، السماء أم الأرض؟ في تصوري القاصر أن ترتيب مراحل خلق السماء والأرض على 3 مراحل، هذا باستقراء القرآن الكريم وباستقراء العلم الحديث. المرحلة الأولى وفيها كانت مادة الأرض متداخلة تداخلا تاما مع مادة السماء، ليس هناك تمايز بينهما. في لحظات الخلق الأولى كانت مادة الأرض متداخلة تداخلا تاما مع مادة السماء، وإلى هذا يشير قول الله عز وجل في كتابه العزيز: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. بإجماع المفسرين رتقا أي متلاصقتين ملتحمتين. قال ابن كثير في تفسيره: كانتا رتقا، كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. إذن في البداية كانت المادة الخاصة بالأرض متداخلة مع مادة السماء، لا تستطيع أن تميز بينهما. طبعا في المرحلة الأولى بدأت تظهر الجسيمات الأولية، في وقت تال من نفس المرحلة بدأت تظهر ذرات العناصر الهيدروجين الهيليوم الليثيوم، وفي هذه المرحلة بدأت تقدر أقوات الأرض، بدأت تقدر أقوات الأرض وهي بعد لم تنفصل عن السماء، وهي بعد ما زالت متداخلة في مادة السماء. بدأت تقدر أقوات الأرض، يعني الذرات التي تحتاج إليها الأرض، العناصر التي تحتاج إليها الأرض، بدأت تقدر في هذه المرحلة وهي المرحلة الأولى من ظهور السماوات والأرض. طبعا ده كلام موقع سيرن. يقول سيرن في موقعه الرسمي أن ظهور جسيمات أولية تبعه في مرحلة تالية ظهور ذرات العناصر. ذرات العناصر هذه هي التي تستفيد منها الأرض بعد أن تتمايز عن السماوات بعد ذلك. وإلى هذا يشير قول الله عز وجل في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن تقدير الأقوات كان في المرحلة الأولى قدرت العناصر والجسيمات التي تحتاج إليها الأرض في هذه المرحلة. في المرحلة الثانية بعد هذه المرحلة بدأت تظهر الأفلاك، النجوم والشموس. طبعا هذه المرحلة آسف المرحلة الثانية بدأت تظهر فيها الأفلاك، النجوم الشموس. وإلى هذا يشير قول الله عز وجل في كتابه العزيز: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ضحى السماء هو الشمس، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. إذن ظهرت الأفلاك كالنجوم والشموس قبل أن يتم دحو الأرض في مرحلة تالية. إذن المرحلة الثانية بدأت تظهر فيها الأفلاك، بدأت تظهر فيها الشموس، بدأت تظهر فيها النجوم قبل أن تنفصل الأرض عن السماء. تميزت النجوم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. إذن تميزت الأرض بعد أن ظهرت النجوم والشموس. وهذا أيضا كلام موقع سيرن الرسمي. يقول طبعا ده أحد أكبر المواقع العلمية الخاصة بعلوم الفيزياء والفلك سيرن. يقول أنه في مرحلة تالية بدأت تظهر النجوم والشموس وغير ذلك. إذن المرحلة الثالثة تكون هي مرحلة دحو الأرض، أي تميزها تميزا تاما عن السماء. سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، دحيت الأرض
أي تميزت تميزا كليا عن السماء. هذه هي المراحل الثلاث الخاصة بخلق السماوات والأرض باستقراء قاصر واجتهاد بسيط مني. لكن بعض الناس يسأل ويقول: متى ظهرت الجبال؟ الجبال ظهرت في مرحلة دحو الأرض، وهذا قول ابن عباس في الصحيح. سؤال آخر يقول: قال الله عز وجل في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تسوية السماء إلى سبع سماوات هذا غيب لا نعرف عنه شيئا، وبالتالي لا يستطيع العلم أن يتكلم عن هذه المسألة، لأن السماء التي نرصدها فقط هي السماء الأولى، والله أعلم. كل ما نرصده يتعلق بالسماء الأولى. أيضا موقع سيرن يقول نفس هذا الكلام، يقول أننا لم نرصد من الكون إلا 4% فقط، هو ده الكون المنظور اللي هو 4%، ده فقط الكون اللي احنا ممكن نرصده، ممكن نبحث فيه وننظر فيه. 96% من الكون لا نعرف عنه شيئا. يقول نفس الموقع: في مثلا 26% من كوننا يتكون مما يعرف بالمادة السوداء أو المادة المظلمة. هذه المادة لا نعرف عنها شيئا، لا نعرف عنها أي شيء. هذه المادة تظل سر غامض، ليس فيها نجوم ولا شموس ولا وما إلى ذلك من تصوراتنا ومن معارفنا الخاصة بكوننا. إذن تسوية السماء إلى سبع سماوات هذا غيب لا نعرف عنه شيئا والله أعلم. كل ما نعرفه هو فقط السماء الأولى. إذن هذا هو تبسيط لمراحل خلق السماء والأرض. أولا مادة الأرض والسماء كانتا متداخلتين، في مرحلة تالية ظهرت النجوم والشموس، وفي المرحلة الثالثة دحيت الأرض وتميزت عن السماء. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.